هل تعتقد بأنه موسكو قادرة على الصمود بشكل قوي أمام هذه الهجمات، أم أنه هناك تأثيرات سلبية للوضع في روسيا جراء هذه الهجمات القوية التي تستهدف موسكو، إن كان هناك نجاح في التصدي لهذه الطائرات المسيرة؟ يعني يتحدثوا عن إسقاط كثير من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة موسكو في الآونة الأخيرة، لكن تكرار الهجمات تلك يجعل هناك حالة من حالات القلق لدى الشعب الروسي. طبعا الهجمات مستمرة وبداخل العمق الروسي. خلينا أقول لحضرتك أن المسافة بين كييف وموسكو أكثر من 500 كيلومتر على الأقل، ومع ذلك هذه الهجمات مستمرة وتصل ويتم إسقاط الطائرات، لكن الطائرات بتقطع مسافات شاسعة، يعني مسافات ضخمة جدا. وأيضا هناك العديد من الهجمات التي نجحت، يعني هناك طبعا الهجمات التي تم التصدي لها من القوات الروسية، لكن أيضا هناك العديد من الهجمات التي نجحت وضربت على سبيل المثال مصنع هام جدا للمعدات العسكرية قريب من موسكو.